السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي سلطه ديال العدس اللي كتجي لذيذه بزاف وبمكونات بسيطه اللي موجوده في اي بيت، يمكن لكم توجدوها في 10 دقائق. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وللمكونات وطريقه التحضير. شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو العدس مسلوق، زيت الزيتون، كورنيشون، القزبر المعدنوس، البصلة، الحامض مصير، الثومة، الملح حسب الذوق حتى الاخر، وزيدوا الملح، الملح والبزار. بالنسبة للحامض مصير وكورنيشون كيكون مقطع بهذا الشكل هذا صغير، الكمون هانتو كيف كتشوفو، نقرب لكم الكاميرا، كيكون مقطع بهذا الشكل هذا صغير. كناخذوا العدس كنزيدوا عليه العناصر كلها الا الملح، كنخليه هو الاخر لحقاش عندنا الحامض مصير وكورنيشو مالحين، الا درنا الملح في الاول يقدر يجينا مالح بكثرة. وهنا ملي خلطت العناصر كلها زدت شويه الملح
وزدت حتى شويه الحامض مصير لحقاش كيعجبني. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه لحقاش كتجي زوينه بزاف وانتم عارفين الفوائد ديال العدس. وما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. خليتكم هاد الساعه الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبتكم هذه الوصفه. الى جربتوها ردوا عليا في التعاليق وما تنساوش لي لايك والبارطاج باش تعم الفائده. خليتكم هذه الساعه. السلام عليكم.